بنفس الصباح اللي ارتبط لنا بالأمل والعمل وبالجهد وبالاجتهاد. ويمكن كثير من الناس هي بتمشي لأعمالها وكثير مننا بيطلب رزق من الصباح، ودائما بنفتح صباحنا بفتاح يا عليم رزاق يا كريم. ودي الدعوة اللي بنبدأ بها كل صباح بطلب الرزق. ويمكن ناس كثيرة هي بتشتغل في مختلف الأعمال، لكن كونه إنك تجمع ما بين عمل وموهبة هي حاجة مميزة جدا. وعندنا قاعدة عامة بنقولها في أي شغل في أي مكان: حب ما تعمل كي تعمل ما تحب. دائما الناس اللي بتحب شغلها واللي بتعمل في واحدة من الأعمال بشغف وبحب كبير بنلقى إنها هي مبدعة وخلاقة، فما بالك إذا كان هذا المبدع هو ترزي نفس الوقت عازف. أنا ما هأفصح أكثر، هخلي التقرير هو اللي يفصح. خلونا نتابع. مشاهدينا الأعزاء أهلا ومرحبا بكم في مساحة أرزاق. كاميرا الشروق اليوم حاضرة معاكم من أم درمان في تطوافنا حول المهن الجميلة البسيطة اللي فيها نوع من الإبداع اللي دائما بنحاول من خلالها نسلط الضوء عليها وعلى كل تفاصيلها وعلى الأشخاص اللي بيمتهنوها كمصدر للرزق. سعيدين جدا أنه اليوم يكون حاضر معنا عمنا يوسف، وواحد من الشخصيات المميزة جدا في مجال عمله وحتى في مواهبه المتعددة اللي حنتعرف عليه اليوم من خلال مساحة أرزاق. نتعرف عليه ونشوف كمان كل التفاصيل الجميلة المتعلقة بمجال مهنته. مرحبا بك عمنا يوسف. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بكاميرا الشروق، أهلا وسهلا بكم. عمنا يوسف، في البداية وقبل ما نخش في تفاصيل المهنة الجميلة اللي انت بتشتغل فيها اللي هي مهنة الأنبياء بالتأكيد الخياطة، حابين نتعرف على يعني علاقتك بالكمان والمقطوعة الجميلة اللي انت قدمتها لنا قبل شوية. كلمنا كده في البداية عن الموهبة الجميلة. الموهبة طبعا نحن يعني أسرة كلنا عازفين، يعني علمنا لقينا الوالد ذاته عازف، كلنا يعني كنت تعلمت أول واحد أنا في الأسرة، أنا أكبر واحد تعلمت الآلة اللي حاولت أتعلمها. أخواني برضو عندي واحد اسمه ياسر برضو تعلم برضو عازف كمانجة، في واحد اسمه بدر الدين برضو عازف كمانجة. يعني كان عندنا أخونا الله يرحمه برضو تعزف الأكورديون. يا سلام. يبدو انه يعني هي واحده من المواهب اللي موجوده في اسرتكم. نحن بس حبينا كمان نعرف كل المشاهدين بالموهبه دي، وحنتعرف كمان على تفاصيل كثير عنها، لكن في البدايه نحن كمان برضه حابين نتعرف على يعني مجال عملك في الخياطه. دايرين نتعرف من خلالك على مهنتك انت في مجال الخياطه، كلمنا عنها. مجال الخياطه كان عندنا قريبي واحد كده كان ترزي واطرش، كنا قاعدين في بيت واحد قام اداني الفكره دي، قال لي يا اخي اسمع انا خليت المدرسه كان زمن ذاك، قال لي يا اخي خلاص نمشي معي تعلم الترزيه. قلت له هذا جدا يعني مشيت قعدت هو تلميذ مع الترزيه. طبعا تقعد انت بتكون قاعد في الدور دكان جنب الترزي، خدت له كرسي تغسل له تجيب الشاي تجيب الفطور، وتخلي بالك برضه في المهنه لو انت ناي عندك موهبه عندك مثلا اصرار انك تتعلم بتخلي بالك كويس. في اكثر من مهنه يعني الزول ممكن يمتهنها، ليه انت بالتحديد يعني وجهت نظرك او اتجهت لمجال الخياطه؟ والله هو هي ذاتها من نوع من الفن، ذاته شغل الترزية ذاته نوع من الفن. فن يعني شفت انت الترزية لما يجي يقص النايف دي نوع من الفن ذاته. فعسى انا جمعت الاثنين بين الفن بين الترزية والدكمان.
الفرق شنو بين الشغل في مجال الترزية بالتحديد ما بين زمان وهسه؟ الفرق شنو اللي حصل اختلف؟ والله اختلاف زمان الناس كانوا يعني بيجوا بيقطعوا قمشة من الدكاكين، يعني مثلا عندك كان الدكاكين كان في دكاكين مشهورة، مثلا عندك دكاكين كانت كبيرة كده مشهورة، الواحد بيمشي يشتري قماش ويجيب الترزي ويخيط. لكن هسه الحكاية دي بقت ما عارف التكلفة زادت، خلي يمكن هي السبب في الحتة دي. ونحن كمان قبل ما نختم حابين نسمع مقطوعة أخيرة، ويا ريت لو كانت أول مقطوعة أنت عزفتها زي ما أنت قلت على اعتبار أنها هي سهلة لكن عندها أثر كبير بالتأكيد عليك. بنكون وصلنا معكم لختام مشوار مساحة أرزاق لي اليوم عبر شاشة قناة الشروق. الآن العودة للزملاء داخل الاستوديو.